واجمل بقلاوه تعمليها بكوبايه واحده دقيق ومن غير سمن، واقتصاديه وسهله خالص. في دقيقه كده هتكوني مجهزاها، هي كوبايه دقيق ودايبه بقى ايه، بتدوب كده في البق، طعمها والله العظيم تحفه. تعالى اقولك انا عملتها ازاي، سهله وبسيطه وفي دقايق تكون جاهزه. هتجيبي كده كوبايه دقيق، هتحط عليها رشه ملح، نص معلقه سكر، معلقه واحده زيت، زيت زيتون انا حطيت عليها، والميه حطيت شويه شويه صغيرين كده، يعني كده على طرف ايدي كده، لما عجنتها انا عايزاها عجنه ماسكه نفسها يعني. رشيت رشه من النشا وفردتها كده بالشكل ده، بس بعد ما ارتاحت. انا قطعتها قطع صغيره بعد ما عجنتها حوالي 10 دقائق، وسبتها ترتاح شويه وفردتها بالنشا بالشكل ده، وبين كل طبقه وطبقه رشيت رشه نشا بين بعض يعني. وبعد كده بعد ما خلصت الست قطع اللي عملتهم من كوبايه الدقيق، فردتها تاني بالنشابه بالشكل ده، فردتها حلو. وبعد ما فردتها ورحت مدوراها كده، لفها كده وبرماها، وهات السكينة وقطعيها احود السكينة كده ثانية كده عشان خاطر تديك الشكل ده. وبعد ما قطعتها رحت فرداها تاني بالفرادة، الزيت سخن على النار، والشربات يا بنات كنت منزلها على الصفحة، كوباية ونص سكر، كوباية مية، وعصرة ليمونة، ورشة فانيليا. بعد الغليان بعشر دقايق هتطفى عليه وسيبيه يبرد، وحطي له فانيليا. هنا كده كانت حمرت، نزلت عليها بالشربات بارد، وبقت معايا اجمل بقلاوه. الطعم والله يا بنات ما اقول لكم على الحلاوه والجمال اللي فيها، فظيعه فظيعه، ودايبه كده دايبه دوب. هتدعوا لي عليها، واللي جربت واللي عجبتها الوصفه ما تنسينيش في اللايك، وتعالي قولي لي عملتي ايه.